بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء آخر ومع قصة أخرى ومع نبي آخر. قصتنا اليوم لا تختلف عن قصتنا السابقة، فقد تحدثنا في اللقاء السابق عن قصة هود عليه السلام مع قومه عاد، وثمود خلف عن عاد. ودائما في القرآن الكريم ما تأتي قصة ثمود بعد قصة عاد. فبعد أن أهلك الله سبحانه وتعالى عادا الأولى ودمرهم عن بكرة أبيهم، فلم يبقى إلا بعض آثارهم دلالة على أنهم كانوا هناك، وبقي فقط المؤمنون مع نبي الله هود عليه السلام. بقي الناس على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الطاعات إلى أن ظهر الكفر مرة أخرى ومع قوم آخرين، وهم ثمود قوم نبي الله صالح عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى تحدث عن هؤلاء القوم، ولم يكونوا يسكنون باليمن، بل سكنوا بالحجاز بما يسمى بالحجر، وتسمى كذلك ديار صالح أو مدائن صالح. قال الله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وأصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن أوصافهم، فقال تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي جابوا بمعنى قطعوا، فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا كعاد الأولى، وكانوا يعيشون في رفاهية وفي رخاء. فقال الله سبحانه وتعالى عنهم: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فكانوا يعيشون في رغد العيش، فكانوا يسكنون في الجبال ويسكنون السهول، ولهم أشجار ونخيل وثمار، فكل ذلك كان سببا لطغيانهم وحيادهم عن طريق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم لم يستخدموا نعم الله سبحانه وتعالى فيما ينفعهم. فجاء إليهم صالح عليه السلام وقد بعث من الله سبحانه وتعالى، فقال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هؤلاء القوم لم يرضوا ولم يسمعوا من صالح عليه السلام، قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنت مرجوا، أي كنا نرجو أن تكون ذا عقل وأنت ذا حكمة وذا عقل، وكنا نرجو ونتوسم فيك أن تكون من كبرائنا، وكانوا ينوون أن ينصبوه عليهم. لماذا؟ لرجاحة عقله وحكمته. لكن لما جاءهم بقوله تعالى وبرسالة الله سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله، رفضوا هذا الأمر، كما وقع مع الأنبياء كلهم. والله سبحانه وتعالى يقول عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي أن صالح يعرفونه بنسبه، ويعرفون يعني آباءه وأجداده، ويعرفون كما نقول نحن فصله ونصله. لكن لما دعاهم إلى الحق رفضوا رسالته ورفضوا شريعته. وإلى ثمود أخاهم صالحا،
فهو يتكلم لغتهم وهو من جنسهم، رغم ذلك رفضوا رسالته. فقال لهم: يا قوم، لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ أي اسمعوا مني. وقال لهم: فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هنا جاءت ردودهم على كل ما يقوله لهم صالح. قالوا: إنما أنت من المسحرين، ربما بك سحر. وقالوا له كذلك. فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشير. هنا وصفوه بالكذب، ليس فقط كذب بل كذاب أشر، أي غاية في الكذب. وقد كان معروفا عندهم بالصدق والأمانة، لكن لما جاءهم بالرسالة انقلبوا ضده وانقلبوا عليه. فجاءوا إلى المؤمنين، يعني الذين آمنوا بصالح، فقالوا لهم: أتؤمنون بصالح؟ قالوا: نعم. فقالوا لهم: إن كنتم تؤمنون أنتم بصالح، أنتم الفقراء والوضعاء والحقراء عندنا، إن كنتم تؤمنون بصالح فنحن نكفر به ولا نؤمن برسالته. قال الله تعالى: فقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. هؤلاء المستضعفون. فماذا قالوا لهم؟ قالوا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. فقال لهم يعني المستكبرون: نحن إذا آمنتم بنوح، عفوا بصالح، فنحن نكفر به ولا نؤمن به، ويتطيرون بصالح ومن معه. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. كل ذلك بسبب دعوتهم إلى توحيد الله وترك الأصنام وعبادة غير الله. بل بلغ بهم الأمر إلى أن طلبوا من صالح معجزة وآية تدل على صدقه. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا: ما أنت إلا بشر مثلنا، فات بآية إن كنت من الصادقين. ائتنا بمعجزة، ائتنا بآية تدل على أنك رسول من عند الله. فقال لهم صالح عليه السلام: ستأتيكم الآية. فقالوا له: ولكن الآية أن تأتي بشروطنا، لا أن تأتينا بسحر وتقول هذه آية. فبدأوا يشترطون وطلبوا آية وطلبوا معجزة، فبدأوا يتفننون في الشروط. فقال له بعضهم: نريد أن تخرج من هذه الصخرة التي أمامنا، نريد أن تخرج منها ناقة، ناقة عظيمة. فقال له بعضهم: ولا بد أن تكون حمراء. والآخرون يقولون: أن تكون عشراء، أي أن تكون في شهرها، أن تكون حاملا في شهرها العاشر، أي قريبة الوضع. فلما انتهوا من شروطهم ومن استهزائهم هكذا، جاءتهم الآية، فخرجت لهم الناقة من تلك الصخرة بعد أن تشققت، فخرجت منها ناقة بمواصفاتها التي طلبوها والتي اشترطوها. هنا تكلم إليهم صالح عليه السلام فقال: يا قوم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، دعوها تأكل في أرض الله، ليست بسحر، إنما هذه آية وستعيش بينكم فلا تؤذوها. قال تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. لما حذرهم من إزاية هذه الناقة، حذرهم وربط ذلك بالعقاب، لأنهم لما طلبوا الآية يجب أن يستسلموا وأن يرضخوا لهذه الآية التي طلبوها والتي جاءتهم كما وصفوها. فقال لهم: ولا تمسوها بسوء
فياخذكم عذاب عظيم، وفي آية أخرى فياخذكم عذاب يوم أليم. هنا قوم صالح تضايقوا من هذه الناقة، لماذا؟ لأنها تشرب من الماء ومن البئر التي يشربون منها يوما كاملا، فكان المؤمنون يأتون فيأخذون من حليبها ويشربون منه في ذلك اليوم، وفي اليوم التالي يأتون فيأخذون الماء من ذلك البئر لليوم الثاني، فلم يتأذى المؤمنون، لكن كبراءهم ومستكبريهم لم يرضوا بهذا الحال، فخططوا لقتل الناقة. بعد أن قال لهم صالح: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أي أنها تشرب يوما وتشربون أنتم يوما، أي تسقون يوما من ذلك البئر، فإذا نزلت دعوها تشرب ذلك اليوم. لكن الكفار لما رأوا بأن الناس آمنوا بهذه الآية وبهذه المعجزة، لما رأوا بأن المؤمنين صاروا أتباع كثر لصالح عليه السلام، لكن كبراءهم من الكفار لما رأوا بأن صالح عليه السلام كان له أتباع كثر بسبب هذه الآية وبهذه المعجزة التي هي معجزة محسوسة يرونها ويلمسونها بأيديهم، بل وتعيش فيما بينهم، تضايقوا من هذه الناقة فخططوا لقتلها. فقال الله سبحانه وتعالى عنهم: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وقال تعالى كذلك: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. والذي انبرى والذي انبعث والذي نادوه ليقتل هذه الناقة هو قدار بن سالف، وهو أشقاها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: أشقى الأولين قدار بن سالف، قدار بن سالف. فلما عقروا الناقة وقتلوها جاءوا يأخذون من لحمها ويأكلونه، فلما علم صالح عليه السلام بأنهم قتلوا الناقة أخبرهم بموعود الله سبحانه وتعالى وبأنهم سيهلكون بسبب قتلهم للآية التي جاءتهم من عند الله سبحانه وتعالى، لكنهم خططوا لقتل صالح كذلك، فقالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، أي أنهم سيقتلون نبي الله صالح كذلك، وفي الصباح ينكرون أنهم قاموا بشيء من ذلك بعد أن قتلوا الناقة. فجاءهم صالح عليه السلام وتوعدهم بعذاب يأتي بعد 3 أيام، فقال لهم: فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام، أي أنه بعد 3 أيام سينزل عليكم عذاب من الله سبحانه وتعالى. فجاءت صيحة وجاءت صاعقة وجاءتهم الرجفة، الرجفة زلزلت عليهم الأرض فسقطوا على وجوههم وعلى ركبهم، فجاءت صيحة، صيحة من جبريل عليه السلام، فصعقوا جميعا فماتوا كل أولئك الكفار. قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكأنهم لم يكونوا بتلك الأرض، وقال تعالى: كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لم يعيشوا في تلك الأرض ولم يكونوا في سعة ولم يكونوا في رزق في ونعيم في تلك البلاد. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في بعد عودته من غزوة تبوك، مر بتلك المدائن، مدائن صالح بالحجر،
فلما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لا تدخلوا على أولئك الهالكين إلا وأنتم باكين. لماذا؟ لأنهم طلبوا الآية، فلما طلبوا الآية أنكروها بل قتلوها، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم عذابا مختلطا، ليس فقط ريحا، ليست فقط ماء كما وقع لقوم نوح، بل عذابا مختلطا، فيه صاعقة وفيه ريح وفيه صيحة، عذاب كبير لأولئك وعذاب شديد لهم. من هذه القصة يمكننا أن نأخذ دروسا وعبر. أولا، الأخذ بيد الجماعة وخصوصا الشباب. فقدار بن سالف يذكر عنه أنه كان شابا يافعا، وكان صحيح البنية قوي الجسم، فنادى على شباب آخرين وكانوا تسعة، فجاءوا إلى الناقة فقتلوها، فأفسدوا على أنفسهم وعلى كل من تبعهم من الكفار. فالأخذ بيد الشباب حتى لا يقع في المهالك والمزالق، هذا واجب الأمة وواجب المصلحين. كذلك من الفوائد أن الناس يحبون الصالح إذا كان صالحا لنفسه فقط، لا أن يدعو الناس، بمعنى أن لا يكون مصلحا. فإذا كنت صالحا في نفسك في ذاتك فأنت من أحب الناس إلينا، فإذا دعوتنا إلى إصلاح ذواتنا فهذا محال، وهذا يجعلك مبغوضا ومنبوذا عندنا، بل ستتعرض لأنواع من العذاب إن لم تكف عن دعوتك وإصلاحك. كذلك سوء عاقبة من يطلب الآية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الآيات كما وقع لكفار قريش. فتمود عذبوا لما طلبوا الآية، فلما جاءتهم أنكروها بل قتلوا تلك الناقة بعد طلبهم للمعجزة. وكما قلنا دائما بأن قصص الأنبياء هي من الغيب الذي لم نره والذي لم نعلمه، علمه الله سبحانه وتعالى فأوصل لنا ما فيه عبرة وعظة لنا نتعظ به ونتذكر به آخرتنا. فحركة الرسل والأنبياء عليهم السلام جاءت بمواعيد وليست صدفة، وكذلك كل بمقدار وكل بقدر دقيق زمانا ومكانا. فكل نبي بعث في قومه بلسانهم من جنسهم يرشدهم ويوجههم وينصحهم ويحذرهم في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد أنهينا هذا اللقاء وهذه الحلقة، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى. وإلى ذلك من حين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.